يسعد صباحكم مشاهدينا من جديد، طلعنا معكم في برنامجكم صباح الخير. أكيد المزيد من الفقرات الإبداعية، لكن لهذا اليوم الطالبة بيسان غسان جيوسي طالبة الصف الخامس في مدرسة فاطمة الزهراء. يسعد صباحك يا بيسان. يسعد صباحكم، أنا بصبح على تيتا وسيدو وكل اللي بيشوفونا. يسعد صباحك، صباح جميل اكيد لانك انت بضيافتنا يا بيسان. بيسان احنا بنعرف انك انت طالبه ما شاء الله عنك نشيطه من انت وصغيره كمان، بدنا تحكي لنا انه نشاطك هذا يعني كيف بتمارسيه في المدرسه من خلال مشاركتك؟ انا سمعت انك بتشاركي في الاذاعه المدرسيه وفعاليات النكبه، احكي لنا شوي عن مشاركتك. انا كنت اشارك في مدرستي في الاحتفالات، كنت القي قصائد عن النكبه وعن فلسطين. طب حافظة قصيدة للنكبة؟ نعم. شو اسم القصيدة؟ ليس غريبا عليهم. طب نبلش فيها، تلقينا إياها وللمشاهدين. ليس غريبا عليهم، قتلوا الطفولة وأصوات البلابل، هم ليسوا إلا وحشية همجية صناع قنابل، قد دنسوا التاريخ فقتل الوليد والرضيع، حصد الزهور والسنابل، لا تسألوا عن حقيقة جرائمهم، فالحقيقة في رحم الضمائر، جرائمهم في كل بيت وشارع، مرسومة على الجدران والأقلام والدفاتر، 65 عاماً والدموع الحمراء تدمي قلوبنا، 65 عاماً والجرح لا ينام، 65 عاماً والقدس لا تغفل، 65 عاماً اختنقت دموعنا، سحقت آمالنا، صودرت دفاترنا وأقلامنا، كل ما نملكه سوى القضية، سوى القضية، سوى القضية. لا عليك، شكرا لك يعني يا بيسان. أكثر من رائعة يا بيسان. بيسان في قصائد أخرى أنت حافظتيهم يعني بالمدرسة أو في الربطي، عن إيش القصائد الأخرى بتحكي؟ يا ظلام السجن خيام، وأنا فلسطينية وغيرها. طب سمعينا يا ظلام السجن. يا ظلام السجن خيام، إننا نهوى الظلام، ليس بعد السجن إلا فجر مجد يتسامى، إيه يا دار الفخار يا مقر المخلصين، قد هبطناك شبابا لا يهابون المنونة، وتعاهدنا جميعا يوم أقسمنا اليمينا، لن نخون العهد يوما واتخذنا الصدق ديما. شكرا جزيلا لك يا بيسان. بس بيسان يعني هذه الموهبة اللي عندك في الإلقاء وما شاء الله الجرأة، من وين اكتسبتيها ومين شجعك عليها؟ أنا بلشت من روضة جيلي الأمل وصرت أحكي في المدرسة وماما كمان شجعتني وصرت أحفظ. يعني إحنا بصراحة متعودين على الطلاب المتميزين والجريئين والجميلين كمان من روضة جيل الأمل، صح؟ أكيد. أكيد مشاهدينا، يعني بيسان بهالفقرة حابة هيك تحكي لنا كمان قصيدة عن فلسطينيين حكتيها. أنا فلسطينية. أنا فلسطينية. أنا فلسطينية، أمي شجرة زيتون رومية، جذورها تمتد في رحم الأرض وفروعها تطال السماء. أنا فلسطينية، أبي من عائلة قروية، يحب الزيت والزيتون وجذور العكوب والشومر. أنا فلسطينية، من جليب يميني وطفلي يشد ذيل ثوبي ويصرخ للحرية. أنا فلسطينية، لا أعرف السقوط ولا الانحناء، ولا أعرف التصفيق ولا الهتاف، أنا رغم قهري ومعاناتي فخورة وأعلنها أمام قنديل ليل الأخضر، للشمس عند توسطها كبد السماء. أنا فلسطينية. شكرا لك يا بيسان. أكيد دائما نتمنى لك النجاح.